رد الاتحاد العام التونسي للشغل على ما تعرض له مقره من اعتداء همجي كان بإقرار إضراب العام يوم الخميس القادم 13 ديسمبر 2012. كان التوجه بالأساس في الأول تقريبا في 3 اتجاهات. كان في اجتماعات عامة للتعبئة، كان في وتوضيح للناس الاعتداء اللي صار، كان توجه في قيام بمسيرات داخل المدن للتعبير على استنكارهم، وكان توجه آخر حول إضرابات جهوية فهمتم لا أو حتى قطاعية. الهيئة الإدارية الوطنية هي صاحبة القرار، وبالتالي بعد 9 ساعات وربع اتخذ قرار الإضراب العام. الإضراب العام اللي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 ديسمبر المقبل كان عنده ردود فعل عند مختلف الأحزاب. نستمع من خلال الريبورتاج هذا البعض من هذه الردود. إضراب هذا رأى أنه غير مبرر، لأنه جاء نتيجة اعتداء فئات أو أشخاص على الاتحاد العام التونسي للشغل في بطحاء محمد علي، ولكن سبق ما قبل اعتداء على المجلس التأسيسي، اعتداء على رئاسة الجمهورية، اعتداء على رئاسة الحكومة، اعتداء على مقرات السيادة، اعتداء على الأحزاب، وبكلها وقع فضل الإشكاليات هذه بالحوار أما بالقضاء. ما نصورش الآن، ما نعرفش الآن علاش خلاف وقع، ومن عادة الاتحاد دائما يحمل هذه الخلافات، ومن عادتنا نحن كنهضة ندافع على الاتحاد ونقف دائما مع الاتحاد. أرى أن هذا الخلاف محله إما الوفاق أو القضاء وكفى. مع الإضراب إذا كان ثم مطالب مشروع ومعقولة وحاجة كما كان ولا بتاش الحكومة، احنا معاه رغم الحكومة نسبيا يعني أغلبيتها من النهضة وحاجة كما كان، إلا أن فنحن مع مطالب العمال، هذا لأن احنا جزء من العمال. أما أن تكون مطالب لغرض سياسية وحاجة كما كان فنحن نرفضها، وخاصة بالنسبة لنا احنا بجديد، احنا توا فترة سياحية والناس كل تستنى في العطلة هذه وحاجة كما كان باش تحرك شوية السياحة، باش تحرك، جينا وفود من برا، جينا ناس من غادي من كل جهة، سواء من خارج البلاد ولا من داخل البلاد، يعني سياحة داخلية ولا سياحة عالمية. كون هذه الفترة محيطة، احنا إذا كانت تمرنا الفترة هذه فبالتالي فرصة ما نفوتوهاش. نساند الاتحاد باش يشتغل في الإضراب، رانا ضد كل ما هو عنف سواء على الاتحاد او على اي انسان مواطن في البلاد هذه. ما بين الامور اي حاجه تعالج بتشاور، تعالج بالفكر وبمعناها بطرق سلميه. بالنسبه للجهه تاعنا هو يعني ثم السياحه هي حساسه في الجهه، ولازمنا ننتبهوا للموضوع هذا خاصه في المؤسسات السياحيه النزل، ويعني حتى على شلاحة المطار كذلك، حتى على مستوى صحه في الصحة، يعني يلزم ثم مرضى موجودين في السبيطارات، ثم ناس مستحقة دواء، ثم ناس مستحقة إنعاش. كذلك بالنسبة للتعليم أنا من رأيي حتى إذا كان ثم امتحانات ضروري أنها تكون تتعمل في النهار ذاك، يلزمها يلزم شكون يوقف مع تلامذة. احنا عندنا احتراز على الإضراب هذايا، رغم أن نعطي الحق للاتحاد العام التونسي للشغل باش يدافع وباش ياخذ الإجراءات اللي راها مناسبة باش يدافع على ما هو اعتبره اعتداء على كيانه وإلا على مقراته وإلا على قياداته. اتبقينا الشيء اللي هو واضح وما نعرفش أنا ما نجموش ننكروه، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل ما شريك مع أطراف سياسية، معناتها هذا ما يخفاش حتى على حد، والا اموا في قناعاتنا احنا في حركه وفاء، ولذا احنا ماناش موافقين هالاضراب هذا. كما اعطى الاضراب دستورنا والقانون الاساسي والنظام الداخلي ومواثيق دوليه، كما اعطى حق الاضراب كما اعطى حق العمل، وبالتالي اذا كان ثم بعض افكار والا بعض نداءات تدعو الى عدم القيام بالاضراب او من حقها، هذه ظاهره صحيه. احنا ما ندعو للديمقراطيه وندعو للراي والراي المخالف، هذه صحيه للديمقراطيه. اما ولك حاجه واحده انا ناكد عليها، وهذه مدبية تخرج في وسيله الاعلام تاعكم، ان راهو يوم الاضراب يوم الثلاثاء يوم الخميس 13 ديسمبر هو يوم عادي
تعودت عليه الدول الديمقراطيه والدول اللي هي نظامها جمهوري، راهو يوم عادي ما لازمناش نشحنوا العباد والا باش نعملوا نتصدوا للبرشا ناس والا لا، هو يوم عادي، هذا مضرب وهذا غير مضرب باختصار. كانت هذه اراء بعض الاحزاب السياسيه وكذلك راي الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص الاضراب العام، لكن يبقى حق الاختلاف هو ظاهره صحيه بدينا نتعودوا عليها في تونس ما بعد الثوره، والهدف الأسمى هو ديما مصلحة بلادنا.